مدينة تعز اليمنية التي كانت قبل سنوات قليلة تتميز بتنوع نشاطها الاقتصادي والزراعي والصناعي تعاني اليوم حصارا مفروضا من قبل ميليشيا الحوثي يعيق حركة مواطنيها ويمنع دخول الكثير من الأغذية والمستلزمات الطبية. الحصار الذي أطبق على المدينة خاصة بعد إغلاق منفذ الدحي صار يهدد حياة 2800 عائلة يمنية، ما يعكس الوجه القبيح لتلك الميليشيات والأجندة التي ترتهن بها. أغلقت الميليشيات الإنقلابية آخر مدخل من مداخل المدينة وهو منفذ الدحي الذي أطلق عليه أبناء تعز منفذ الموت. أغلقت هذا المنفذ حتى انعدم كل شيء داخل المدينة، انعدمت مياه الشرب النظيفة وانعدمت وسائل تنظيف مياه الشرب، أصبحت المحطات محطات تنقية مياه الشرب داخل المدينة غير قادرة على تنقية مياه الشرب. إغلاق المنافذ التي تغذي المدينة بالمواد الأساسية لاستمرار الحياة والتي تنص القوانين الدولية على عدم منعها عن السكان خلال الحروب أدى إلى تردي الوضع الصحي في المدينة بشكل كبير، حتى وصل الأمر إلى انقطاع مادة الأكسجين وهي المادة التي لا يمكن أن تتأخر أو ينتظر المريض لكي يبحث عن هذه المادة ويأتي بها، فهي المادة الحية التي لا يمكن أن يستغني عنها بعض الحالات أو بعض المرضى لثواني أو دقائق. تفاقم مأساة المدينة نتيجة حصار ميليشيا الحوثي أجبر متطوعيها إلى قطع مسافات طويلة بين الجبال لجلب بعض المساعدات الطبية والإغاثية الطارئة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. أتذكر الأيام الأولى لنا ولكثير من المبادرات الشبابية التي حملت الغذاء والدواء والأكسجين على جبال طالوق، كان يمر يوم واحد فقط لنحمل فقط ما يقارب 45 أسطوانة أكسجين وما يقارب 400 سلة غذائية وأربع أطنان من الدواء، فكنا نتشارك في النقل. ويبقى الدهر شاهدا على أبشع صورة يمكن أن تتمثل بعد سيطرة تلك الميليشيا على جزء من اليمن، والتي ربما تستدعي صورا مشابهة لفترة عاشتها الأمة في ماضيها تحت وصاية من ترتهن لها تلك الميليشيا اليوم.